فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عرفنا أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة إذا لم يتمكن المأموم من قراءتها، هل يتحمل الإمام كذلك الأذكار التي تقال في الركوع والسجود إذا لم يأتي بها هذا المأموم؟ الإمام يتحمل عن المأموم مسائل، منها قراءة الفاتحة على المذهب، ومنها سجود السهو إذا سهى المأموم خلف الإمام وكان معه من أول الصلاة، فإن الإمام يتحمل سهو المأموم إذا كان معه من أول الصلاة إلى آخر 8 مسائل تحملها الإمام عن المأموم، نظمت في بعض الأبيات، تجدون هذا في حاشية الشيخ العنقري على شرح الزاد، المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم. أولها يقول: يتحمل الإمام عن مأموم 8 تعد في المنظوم، ثم ذكرها إلى آخرها. أنا لا أحفظها الآن جميعا لأني بعيد العهد، لكن تراجعونها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.